السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير، اتمنى تكون كل حاجه شرحناها المره اللي فاتت واضحه. النهارده معانا الحلقه الرابعه في الاي تي ال ديمو اللي احنا شغالين فيه، وزي ما شرحنا قبل كده الديمو ده هدفه ان احنا بناخد اكزامبل اي تي ال، مش هدفه ان تفهم الكود بارت باي بارت، وان احنا كل حته في الكود سواء في السكالا او سباك هنشرحها بعدين. السلايد دي هي الاي تي ال ديمو بيج بيكتشر. احنا عملنا ايه؟ اول حاجه بدانا بالبارس بتاع البارامتر، بعد كده عملنا البارس لانبوت داتا، وقلنا ان البارس انبوت داتا ده ان احنا نقرا الداتا من الفايل از از، مش هدفنا ان احنا نفاليديت الانبوت داتا. وبعد كده الفيديو بتاع النهارده بنشرح فيه ازاي نفاليديت السكيما، نشوف بقى الفاليديشن بتاع السكيما، ناخد الريكورد ونشوف بيزد على السكيما بتاعتنا مثلا الكولوم ده هل هو احنا اكسبكتد انت، هل اللي جواه ده انت ولا لا؟ يعني هل لو احنا هنقول حاجه سترنج، هل السترنج ده ممكن نبارسه از انت وهو يبقى موجود ولا لا؟ هل الكود ده مش بيقلو نل؟ هل لو في نل هيتقري ولا لا؟ ده الجزء اللي احنا عايزين نشرحه النهارده اللي هو الفاليديت سكيما. تمام؟ نبدا نخش بقى على الكود، نروح مع بعض على الجزء بتاع الكودين. عايزين مرحله بعد كده هنروح عاملين ايه؟ هنروح عاملين فاليديت السكيما. هنعملها ازاي بقى؟ قايله هنا تعالى مثلا ETL ETL utils مثلا دي تيست ده كلاس برضو. طيب انا برضو حاطط تيست جاهز عشان بس ايه عشان بس يكون الدنيا جاهزة فيه. ثانية واحدة. اوكي ثانية واحدة. ايوه معلش ده برضو. اوكي طيب هي طويله شويه بس احنا تعالوا ناخد عندنا تو تيستس هنا في الجزء ده. طيب ايه التو تيستس اللي احنا عاملينهم هنا اهوت؟ ثانيه واحده. طيب تعالوا ناخدها خطوه خطوه. طيب تعالوا ناخدها خطوه خطوه. كلاس ال عملت ايه ده؟ انا عملته في السورس، المفروض يبقى في التست عشان السكوب بتاع طب ده سؤال حلو، ليه الحاجات دي فايتة احطها في السورس؟ دي غلطه مني، ان هي عشان ده السكوب بتاعهم تيست اصلا. المفروض دلوقتي احطها هنا، المفروض تشتغل عادي ميحصلش مشاكل. هيحصل مشاكل بس مالهاش علاقه بالحاجات. طيب اوكي نبدا باول حاجه نيمبورت بس، وبعد كده نشرح كود الجزء بتاع تيست لاين باي لاين. امبورت امبورت ايه؟ طب احنا محتاجين التست الكونستنتس الاول كونستنت اها، وبعد كده هنا هروح ابلس ده كده ثانية واحدة. اوكي اوكي طيب انا عشان عملت ريبليس فهو عمل ريبليس نفس الفاريبل مرتين. اوكي طيب يبقى انا كمان عايزين السكيما تايب اللي هي حاطين هنا السكيما تايب اللي هي السكيما تايب اللي المفروض نحطها في الميتا داتا، نحط سكيما تايب في الميتا داتا هي اللي هنبارس عليها. اوكي بس انا حاليا مش هنعمل كده. يعني احنا دلوقتي تعالى ثانيه واحده تعالى نبص هنا. انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي الانبوت سامبل داتا. الانبوت سامبل داتا دي هي المفروض هتبقى السامبل داتا اللي هتبقى انبوت المودل، مش شرط هما، خد بالك. في حاجه ثانيه لو جينا هنا عند الهدوب هنا اللي هي هدوب فايل هاند، احنا ادينا له 17 ريكورد مثلا هنا بنتست عليهم. هل انا لازم لما اجي اتست لما اجي اتست الهدوب الانبوت هنا، هل لازم ان انا احطهم هما هم تاني، او احط يعني احط الداتا سيت دي في فايل مثلا كونستنت، ولا احطهم في يوتيلز مثلا واقعد اقراهم هم لكل الداتا؟ لا انا عايز افصل كل يونت تيست لوحدها لانبوت داتا او داتا خاصه بيها. فانا عملت هنا اخدت بارت منها واديت لها شويه فاليد كولومز شويه انفاليد كولومز. اوكي طيب يبقى لنا ايه من الحته دهيت؟ يبقى لنا ان احنا عايزين ودي كلها هي سيكونس اوف سترينجز، المفروض يبقى عندي اريكسون اللي هي السكيما تايب. حلو طيب ثانيه كده انا هكتب هنا. اوكي
طيب السكيما تايب هي في الكونستانتس، احنا بس مدينها له ستاتيك هنا سوري اقفل ده خلاص مش عايزينه. نفتح هنا تعالى نقول له كوما خد ده اوكي. طيب اوكي طيب انا هنا عملت ايه؟ اخدت السكيما تايب اللي هي اللي احنا دخلناها للموديل وبس، جبت منها الكولوم نيم تايب ماب وجبت منها الكولوم نيم اوكي. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ هروح قايل له الانبوت سامبل داتا ماشي دوت داتا فريم وادي لك كولوم نيمز، يبقى عندي كده الانبوت داتا فريمز اوكي. وبعد كده المفروض هيكون عندي عندي فانكشن ما ماشي، فانكشن ما دلوقتي الفانكشن دي ببصلها الانبوت داتا سيت دي ترجع لي بوصل الانبوت داتا سيت والسكيما ترجع لي اذا كان هو بارست صح ولا مش بارست صح، يعني سوري ترجع لي فاليد والانفاليد اوكي. طيب طيب ايه تاني؟ فكده انا اعتبرت ان جالي اكشوال فاليد داتا سيت، المفروض يترجع داتا فريم او داتا سيت بس هي زي بعض، دي هترجع داتا سيت اوف رو برضو فهي يا داتا فريم اوكي. يعني كده اوكي ماشي. والاكسبكتد عندي ان انا هيكون عندي ريكوردز دي وريكورد هتقول طب ليه ده فينال ده ايمي والايمي اللو نال اوكي. ثانيه كده اوكي طيب ماشي. فكده بقى عندي هنا الاكسبكتد، هي الاكسبكتد هيبقى عامله ازاي؟ يبقى السيكونس ده دوت بارلايز للسيكونس ده سوري سبارك دوت كونتكست دوت بارلايز للسيكونس ده والاكسون داتا تايب اوكي. دي الاكسبكت. طب والاكشوال؟ انا ما تبقى الاكشوال رجع لي من فانكشن هنا عامل سبارك دوت ايمي داتا فريم بس فور تيستنج، لسه هنملى الفانكشن دي اوكي. طيب طب انا عامل تيست ثانيه الانفاليد، الانفاليد انا هدي لها الداتا دي ومفروض ده سؤال حلو، هل المفروض ان انا لما اباصي لما اعمل باسنج للداتا الانفاليد هو بيتشيك ايه؟ بيكمبير with respect ل some correct schema ويتشيك هل السكيما دي مظبوطه او هي valid ولا not valid يعني اوكي. طيب طيب ده كده الحته دي، فاحنا كده المفروض هيبقى عندنا نفس اللي فوق برضه، يبقى عندنا invalid هنباصي الانبوت داتا سيت ممكن نعملها وان ستيب طبعا بس هنفصلها حتتين اقول لك ليه بعدين. هيبقى عندنا هنا ال ايميتي وايميتي المفروض تبقى عندي انفاليد، انا مش مهتم بالفاليد عشان احط اندر سكور ودي اكسبتبل عادي في سكالا. وبعد كده ده هيبقى الاكشوال ده اللي هكمبير بيه، يعني اكشوال ده هكمبير بيه هنا اهوت ماشي. و طبعا بكمبير بطريقتين، المفروض اكمبير بواحده كفايه، ممكن اكمبير كده وخلاص اللي هي داتا سيت اوكي. طيب بعد كده اكسبكتد انا حاطط اللي هي ريكورد اللي فيها مشاكل هنا اهوت اللي هي زي الامزي زي السيل زي اللاك زي التايم ستامب، وانا متوقع ان يرجع لي ريكورد بالشكل ده ومعاه الفايل نيم. فدلوقتي لو جالي فايل ريكورد من ده والفكر ده في ايشو او ريجكتد، فانا بروح اقول للانجنييرنج بقول للناس شباب والله يا خير الريكورد ده جاي لي نال ونال ده ديو تو ام زي مثلا. هتقولي طب هعرف ازاي نال ديو ام زي؟ اوكي ده سؤال حلو. انت ممكن في ناس في حد كان قال لي على الموضوع دوت ان انت في شركات ليها استراتيجيز مختلفه. احنا شركتنا مثلا او يعني شركات اشتغلت فيها يعني مش شركتي حاليا شخصيا يعني كنا بانسيرت اللي هي الريجكت دي في باس وليتر اون بنعملها اناليسيس، سواء بنعمل امبورت في تيبلز وبعد كده نعمل اناليسيس او نعمل اناليسيس عاملين سكريبت بتقرا الداتا دايركت وتعمل اناليسيس. فاس ثانيه بسميها ديت كيو، بيحطوا الريجكت دي في كيو، كيو ده اسمه ديت كيو، يعني هو بس بيحطوه كده لفترة ما والله عايزين نانلايز لو البيزنس جه اشتكى قال لك الداتا اقل من الطبيعي بنبص في ديت كيو ده نعمل شو عشان اناليسيس في كيو ما. كيو ده اي ان كان شكله بقى، كيو ده مثلا قد يكون كافكا كيو او اذر تايبس، بس هي كونسبت ممكن تسيرش عليها اونلاين جميله جدا لاكتر من الهاندل ده. فانا عندي الريكورد ده يبقى زي ما هو، يعني هنعمله انسيرش في الفايل ويبقى لنا ان احنا نعمل ايه؟ امبلمنتيشن للفانكشن دي هي اسمها فاليديت داتا سيت. طيب قبل ما نعمل فاليديت داتا سيت ناقص حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان احنا لازم يكون عندنا فاليد داتا سيت، فاليد داتا سيت نكمبير فاليد سكيما تايب نفاليديت بيه اوكي. الفاليد سكيما تايب ده اللي هو ايه؟ ده اللي هنشرحه دلوقتي. هنروح هنا عند السكيما ثانيه واحده
السكيما هنا ثانية واحدة، هنقول له اه هنا عند ال constant. اوكي هعمل هنا اكسنت داتا تايب اكسنت سكيما تايب valid. اوكي دي ال valid المفروض يبقى string string. فهذا دلوقتي بيسألني سؤال بيقول لي ليه ما تاخدهاش من ال ليه ما ناخدهاش من ال configuration file اللي عملناه دي، هنعملها بقى مرحلة تانية. اوكي احنا بس دلوقتي بن assume ان هي ال time stamp. اوكي طيب نجي يكون فولس ذا فولس ويستد فولس والباك فولس والايفنت تايم ستامب فولس. اوكي طيب فانا هاخد كده واقول له خلاص اكتر من ثلاثة بقى اشيله خلاص انا اندر سكور. اوكي طيب فلما اجي ابص هنا هبصيله الفاليد مش هبصيله اللي اكس من داخل. اوكي طيب اوكي نبدا مرحله بقى الامبلمنتيشن بتاع الفاليد دي. اوكي يعني المفروض دي هنبص لما نيجي نبص الفانكشن دي نبصي الفاليد. اوكي طيب نيجي بقى مرحله الفاليد ديت الداتا سيت، نعمل ايه؟ هنعمل كلاس كلاس ده هيبقى اسمه اي تي ال يوتيلز. اوكي فاهم كده كلاس هسميه ال ETL utils object sorry مش class ETL utils. طب ال ETL utils دي utils دي جواها ايه؟ جواها function هي validate dataset. طيب تعال نفتح كده. طيب نعمل ايه؟ نعمل def validate dataset. طيب validate dataset دي بيبقى جواها ايه؟ بيبقى جواها ال input dataset اللي هي dataset of row او داتا فريم. هوريك دلوقتي حاجة عشان برضو لو حد متلخبط لسه انا عارف ان هي دي تلخبط شوية. لو انت عملت اهي عملت داتا فريم داتا فريم شايف داتا فريم يقول لك هنا ايه؟ شايف دي هي الياس اصلا داتا سيت اوف رو. فانا بس بحب استخدم الداتا سيت ومفروض يبصيلي السكيما سكيما ستراكت او الانبوت سكيما خلينا نسميها انبوت سكيما. اوكي دي هي فيها ال struct type. طيب وانا مش عارف ايه ال struct type يعني ادهوله ماشي. طيب دي المفروض ترجع لنا ايه؟ المفروض ترجع لنا data set of row valid و data set data set of row. طيب المفروض function دي ترجع لنا ايه؟ ترجع لنا اتنين data set valid و invalid. اوكي وترجع لنا data set of ده equal ده. بس دي المفروض يرتيرن المفروض نحط كولون في النص، هو مش هيعرف الكلام ده لوحده، مش عندوش ذكاء كافي الكلام ده. طيب احنا المفروض عندنا ايه هنا؟ عندنا حاجتين، عندنا ال columns وال schema struct. احنا المفروض نعمل ايه هنا؟ طيب اول حاجه هنقول له هنعمل valid ds equal val ds هتبقى equal ايه؟ ال input data ال input data set dot filter filter. هتفلتر على ايه بقى؟ هعمل filter to دلوقتي ثانية واحدة. هي المفروض filter صح، بس هي المفروض ان احنا ثانية واحدة filter نديله في condition. اوكي هو مش هياخد دي كده. اوكي طيب هتفلتر على some condition اوكي طيب وبعد كده عندنا هنا valid val invalid valid ds equal input ds برضو dot filter هنا some condition. طيب هل ال conditions دول مختلفين ولا متفقين؟ لا هي زي ما بعض. واحد ايه هو؟ واحد السكيما، واحد هيفلتر على السكيما بالشكل ده، واحد هيفلتر ان السكيما نوت
يعني مش بالشكل ده. طيب احنا عشان نعمل دي محتاجين ايه؟ طيب عشان نعمل دي انا محتاج هنا ارجع، هنرجع كده ايه دلوقتي مؤقتا، نرجع نل ونل ماشي، وهنا تعالوا حاجات كده نعمل هنا تلات علامات استفهام كده اوكي. طيب كده احنا محتاجين نعمل ايه؟ طيب محتاجين يكون عندنا فانكشن، الفانكشن دي بتاخد الانبوت سكيما وتعمل لها بارسنج. حلو، فالمفروض في فانكشن انيشالي كده بتتشيك تاخد رو رو في الداتا سيت ورو ده هو تابلاي عليهم فانكشن تانية تتشيك هل السترنج ده ممكن نبارسه لتايب تاني ولا لا. خد بالك ممكن نبارسه مش هتبارس. طيب طيب فهتعمل ايه؟ من ديف سكيما بارسر، سكيما بارسر دي بتاخد ايه از رو اللي هو الانبوت من الداتا سيت، وبتاخد فيلدز، فيلدز دي هي ايه بقى؟ هي سيكونس اوف فانكشن سترينج لي بوليان اوكي ماشي، وفوت رجع لنا بوليان هل ده ينفع يعني دي باص الرو ده ولا لا. طيب تعالوا نفهم مع بعض، انا عندي ريكورد مثلا ده كده ريكورد الاول اوكي، وده الريكورد التاني مثلا، خلينا 9 8 7 6 5 6 5 صح كده. طيب تعالوا نفترض مثلا هنا في اي دي اس اس دي اوكي، وخلينا نفترض ان كل دول سترينجز اوكي، هو هيعمل ايه؟ خلينا نعمل دي سترينج اوكي، لا سترينج اوكي، هيعمل ايه؟ هيمسك الريكورد ده فيلد فيلد، هل الفيلد ده مثلا انتجر، هل ينفع يعني ده نفترض ده سترينج، هل ينفع نكاست السترينج ده؟ ينفع مش يكاست عشان ما تضربش لسه، هينفع ولا هينفع نكاست السترينج ده كان بي بارسد من سترينج الانت؟ اه ماشي، اللي بعد اه 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 خلاص. طيب هنا يمسك كده اه بعد كده جينا لا، حلو يبقى الريكورد ده لا فولس، فبالتالي لما يجي نفلتر هنا على الكونديشن ده هيقول لك هنا ترو فياخد الريكورد ده هنا، ويبقى ياخد الريكورد ده هنا از فولس اوكي، ليه نوت ترو فيبقى فولس. طبعا هنا في مشكله، حد المفروض يسالني يقول لي طب المفروض تعمل زي نيو كولوم، نيو كولوم مثلا نيو كولوم ده تبصيله السكيما فاليديتور بعد كده هتفلتر ان الكولوم ده بترو الكولوم ده فولس، قلنا ايه نيكست ستيب اوكي اوكي. طيب ماشي، احنا المفروض هنا نعمل ايه؟ كان اول حاجه هنمسك ال نتشيك على السايز، دي البيس كونديشن، هل الاي دوت سايز نوت ايكوال، لو دي كده او هي لو هي نوت ايكوال الاي الفيلدز دوت لينس او سايز تكون زي بعض سايز، يبقى ده كده ترجع فولس وكفى الله مؤمن القتال، خلاص خلصنا القصه دي. طيب إلس، طيب إلس هنعمل ايه؟ نمسك فيلد فيلد جوه الرو، هنعمل ايه؟ نقول له هنا زيرو انتل الاي دوت سايز، هنعملها ايه؟ زيبنج، عارفين زيبنج اللي انا عندي هنا ليست، هنعملها زيب مع ليست تاني فوقتين جنب بعض يعني. سيرش على اونلاين لو مش عارفينها عشان لما نضيع الوقت هنشرحها اوكي، مع الفيلدز اوكي. طيب وهنقول له ايه؟ فور اول مش اكزيست، فور اول مش فور اول، لكل اللي داخل عايزين نقبلها شويه نتشيك بقى، نتشيك ايه؟ هنقول له انا عندي هنا هيبقى عندي اندكس وفيلد، الاندكس اي دي اكس والفيلد. طيب هنعمل ايه؟ هنقول له فال السيل الفاليو اللي جوه الريكورد هنجيبها ازاي؟ هنقول له a دوت جيت از سترينج، ان هو كل ريكورد سترينج دوت سوري مش دوت، بصير على طول اندكس اي دي اكس ده كده السيل. طيب المفروض يكون عندنا اف دوت ابلاي السيل على السيل، فنشيك السترينج ده يعني الفيل دي هتبقى زي مابينج ما بين السيكونس السترينج والبوليان، فهل ينفع الاف دي ان ابلاي السترينج ده، هل ينفع ابلاي ابلاي كونديشن ده ولا لا؟ يعني الاف ده اللي هو الفيلدز نعمل ابلاي، هل ينفع ابلاي عليها الكونديشن ده وترجع ترو او فولس؟
بس انا لسه ما عنديش كونديشن اساسا، يعني انا لسه كله بفترض ان انا عندي حاجه فيها الكونديشن. هعمل ايه؟ طيب اول حاجه كده، انتوا عارفين سبارك بيعمل الداتا تايب بتاعته مختلفه، يعني مش داتا تايب، هو عنده سترينج تايب، انتجر تايب، مش انت سترينج، فعايز اعمل مابنج بين الكلام ده. طيب ف وعايز وانا بعمل مابنج اتشيك هل الماب ده، هل السترينج الداخل ده هل ينفع نباصه از سترينج ولا لا. فهنعمل ايه؟ ماس فال فاليديتور ماب. فاليديتور الماب ده هيبقى ايه؟ هيبقى ماب اوف ايه بقى؟ اوف داتا تايب، داتا تايب و سترينج تو بوليان. طيب وبعد كده المفروض دي ده هو مش عارف ايه ده. طيب رجع ده. طيب هنا، طيب ترجع هنا equal map of of ايه بقى؟ of string type. طيب خلينا نفترض مثلا هنا equal null، خلينا نكتب مثلا حاجة اسمها ايه، can parse string مثلا. حلو. طيب تعالى نعمل كده. انا تقريبا كنت عامل البتاعة دي جاهزة. تعالى ناخدها كده كوبي بيست ونقعد نكتبها ثانية واحدة. اهي تعالى ناخدها من هنا كده عشان بس نقعد نكتبها واحدة واحدة اهي. طيب اوكي بس. طيب هو هنا بس هعمل ايه؟ اقول له خد كل التايبس ولا نقعد واحدة واحدة عشان ايه نختصر شوية وقت. اوكي وكان المفروض شايف كل التايبس. طيب بعد كده هنا هو مش عارف ايه تايم ستامب، هو هختار ليا سيكوال تايم ستامب جافا. في حد ممكن يسالني انت عرفت ازاي ان دي سيكوال تايم ستامب وسيكوال ديت؟ خش كده على سبارك اونلاين سيرش كونفيرت فروم سبارك دا تايب تو بريمتيف تايب جافا سكالا اي حاجه. طيب كان اصلا عايزين نعمل فانكشن بتعمل كامبارس، كامبارس دي اديها اي تايب تجرب تبارس الانبوت اللي داخل ده على تجربة البارس السترينج اللي داخل ده للتايب ده جينيريك، ولو هي بارست كوركتلي لو هي قدرت تبارسه ترجع ترو او فولس. طيب هعمل ايه؟ هعمل نيو نيو اوبجكت. اوكي نيو اوبجكت هسميه طيب فاليديتور. خد بالكم هنعمل بعدين حاجه اسمها تايب بارسر عشان ما تعبطوش، ده فاليديت بس. طيب تايب بارسر ده انا بكتب الكود بتاعها عشان نختصر وقت بس واحنا قاعدين. طيب هقول له اهوت اخد ده كده واشرح لكم لاين باي لاين بيعمل ايه عشان بس ننجز وقت. طيب هنا ثانيه واحده امبورت السيكوال وهنا امبورت الديت. اوكي هو مش تايتو. طيب تعالوا نبدا من هنا او نبدا من الكيس كلاس الاول. انا عندي كيس كلاس، كيس كلاس ده بياخد اي تايب تي جينيريك وبيابلاي اوبريشن، الاوبريشن دي بتاخد من سترينج ترجع التي ده اهوت. حلو. بس انا عايزين بقى نعمل ده الجزء الاول. حلو. بعد كده عايزين نعمل بقى فانكشن هنسميها كان بارس. كان بارس دي بتعمل ايه؟ بتاخد التايب ده تايب اوبريشن ده التايب كيس كلاس ده و سترينج وترجع بوليان. حلو. بس احنا اهم حاجه يعني احنا هنجرب نتراي ان احنا نبارس ده، لو هي ايه السكسس هتبقى بوليان، فيل هترجع فولس. طيب بما ان عندنا اكتر من تايب دبل انت كده فهنعمل امبليسلي، هنبدا نجرب نشوف امبليسيت دي في سكالا عشان بس نشوف بيحاول يديتكت شويه تايب بيزد على الانبوت، بيسيرش على الامبليسيت ويشوف اني اقرب تايب او انت مدخل له ايه فبيبدا يروح عليها، كان بيعمل ماتشنج كده اوتوماتيك. ودي انا معرفش هي موجوده في بيت اللغات ولا لا، بس انا يعني انا مشفتهاش في جافا تقريبا، هي ممكن موجوده معرفهاش، بس يعني هي سكالا من الحاجات اللطيفه جدا فيها، يعني واحنا بنستخدمها كتير في سبارك وفي سكالا عشان بتسهل لنا الدنيا يعني. فنقول له امبليسلي اوف اللي هي البارس اوبريشن دي اي حاجه اوف بارس اوبريشن دوت الاوبريشن اوف الاس. طيب نمسك مثلا واحده فيهم الدبل، انا عملتها امبليسيت عشان يقدر يجيبها، امبليسيت فال فاليديت دبل ماشي، والاوبريشن البارس اوبريشن اوف دبل اخذ الدبل تايب، فلو جاله هنا دبل هيبقى يروح هنا عند دي. خد بالك لو جاله انتجر يروح عند دي، فهو بيزد على التايب اللي داخل ده هيختار واحده من دول.
اوكي بعد كده هنقول له بارس اوف الدبل. طب الفانكشن بقى الاوبريشن اللي بيعملها جوه ده يعني اديته دبل بيعمل بقى ايه؟ المفروض يبقى في اوبريشن اللي هي سترنج التي بكونفيرت السترنج اللي هو اندر سكور يعني بس عشان الناس ما تتلخبطش سوري قايل له ايه هنا؟ يعني دي اختصار اكس اكس دوت تو دبل صح؟ بس انا فاكس ما بحبش ال والله في ناس بتحبش اندر سكور بس انا بتحبها انا بحبها بصراحه احس ان دي لطيفه كده. طيب خلاص انا بس مش هبارس البيج ديسيمال الديسيمال هخلي دبل بس واقول لكم بعدين ايه. طيب البارسر ده في مشكله صغيره ثانيه واحده انا عملت هنا ايه سوري ثانيه واحده. طيب البارسر ده بيبارس ايه او سوري الفاليديت ده بيفاليديت ايه؟ بيفاليديت النيتف تايب بس. طب لسه في حاجات مش معمول لها فاليديشن زي اف السكيم بتاعتك جواها ماب او جواها اري فهنعمل لها ايه؟ ده سؤال عايزين نساله. طيب هنعمل ايه بقى هنا؟ ده مش هنجاوب على السؤال ده دلوقتي. دي ادفانسد ومش تعمل دوت 2 دبل او دوت 2 ماب لا دي ليها قصه لوحدها يعني. فحاليا احنا هنشتغل على النيتف سكيم بس ودي الريكوايرمنت بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. طيب نرجع بقى لل هنا سوري للاي تي ال يوتيلز ايوه هو كانش لاقي الكامبارز كامبارز ده المفروض ايه يلاقيه هنا اهوت ونقول له امبورت ده دوت كامبارز اوكي دلوقتي تشتغل معاه مظبوط. طيب كده احنا خلصنا اولموست خلاص ناقص ان احنا نابلاي الكونديشن اللي هو بنبصيله الايه الفاليديشن بس يبقى تكه كده صغيره قوي وهي هل اللي احنا عاملينه ده هوت يعني احنا دلوقتي خلاص ناقص لنا ان احنا نبارس الحته دهيت او نديله السكيم بس في حته كده صغيره احنا بنجرب نبارس التايب او سوري اللي هو الانبوت ده بس افرض انا جاي لي نل فانا كده ما عملش اي تشيك للنل صح؟ فانا هعمل ايه؟ هعمل نيو فانكشن اسميها ايه؟ نلابل فاليديتور. طيب هياخد فاليديتور ده هيبقى خد فاليديتور هيبقى string to boolean حلو؟ طيب وهيرجع لي ايه؟ هيرجع لي string برضو to boolean to boolean ايوه. طيب طيب الامبلمنتيشن بتاعها عامل ازاي؟ سهل جدا هنقول له لو الاي هيبقى عندنا اي حلو الاي دي ايكوال الاي دي افرض عندي انبوت اي ماشي اللي هو الاي الاي دي بقى لو الاي ايكوال نل طيب المفروض يتشيك ان الاي لو هي ايكوال نل فيرجع تو إلس هيعمل ايه؟ هيتشيك الفاليديتور فاليديتور اللي احنا بنديله ده اوف الاي. طيب في غلطة سوري هي دي كده اوكي تمام فهيرجع لي string to boolean. طيب لو هو ما لقاش لو هي false يعني هي مش null فيتشيك الفاليديتور اللي داخله. طيب كان ناقص لنا حتة أخيرة كده كمان ألا وهي إن احنا نعمل السكيما اللي هي فانكشن بس هي السكيما استراكت سكيما وتبارس تشيك الكلام ده اهو نعمل ديف استراكت سكيما فاليديتور اوكي هتاخد استراكت اوف استراكت تايب اوكي المفروض ترجع لنا سيكونس اوف المابينج بتاعت سترينج تو بوليان اوكي. طيب دي شكلها عامل ازاي؟ طيب هنشيك الاول اول حاجه الاستراكت ده هنعمل له ماب ماب لايه بقى؟ طيب هنعمل له ماب عندنا خلينا element او اكس مثلا هنا عشان ده اكتر من كونديشن نقول له اف الاكس دوت نلابل يعني هي نل يعني هي نل خلاص فاحنا هنرجع لو هي ايه نلابل ترو يعني نقول له ايه هنروح نقول له نلابل فاليديتور اوف الفاليديتور ماب اللي احنا عملناها فوق فين الفاليديتور ماب اوف
ال اكس دوت داتا تايب. تعال نفهم اللاين ده يعني ايه. انا قايل له ايه؟ لو هو الاكس دي الانبوت ده نالبل، يعني هو نال بيقال له نال، فلازم نخش على الحته دي نتشيك. هنبص لها الفانكشن دي، الفانكشن دي بيبص لها ايه؟ بيبص لها حاجه string to boolean اللي هي دي string to boolean، فهو واخد لها string to boolean of الx dot اللي هي انا هبص لها ده تايب، اللي هي ده تايب بتاعت الاكس اهي هنا اهو. هترجع لي الفاليو بتاعت الماب دي اللي هي يعني دي الكي بتاعها داتا تايب، والفاليو هو السترينج تو بوليان. فانا هعمل كده بصيت لها داتا تايب وهي ترجع لي السترينج تو بوليان، وده اللي هي ترجعه ان هو او هي بتاخده سترينج تو بوليان. اوكي فده كده الكيس. فلو هي مثلا انتجر وهي قال لها نل حلو، فهيتشيك هل هي نل، لو الفاليو نل خلاص مش نل هيتشيك ان هو انتجر، فهي انتجر يا نل. طيب إلس بقى خلاص مش محتاج اروح على النل، المفروض دلوقتي لو else هقول validate map على طول، validate map of ال x dot data type. كده كده almost خلصنا. يبقى لنا ايه؟ يبقى لنا اخر خطوه خالص. اخر خطوه هي ايه؟ ان انا اطلع فوق بقى هنا في الفلتر، ان انا apply ال input data set دي apply عليها فلتر. طيب تعالى نرجع هنا قلنا input data frame dot filter. فلتر على ايه بقى؟ المفروض نقول له السكيما بارسر. فين السكيما بارسر؟ اللي هو ده السكيما بارسر ده اوف الاندرسكور اللي هو الريكورد الاي و فانكشن نبص لها الاستراكت اللي هي الاستراكت استراكت سكيما فاليديتور اوف الانبوت بقى اللي هو استراكت راح فين؟ اللي هو انبوت استراكت سوري انبوت استراكت. اوكي ده كده الكيس الاولى. طيب الكيس التانية هيبقى عكس الكونديشن ده. بعد كده هنا طيب كده احنا خلصنا الفانكشن دي. ايه يعني ايه المشكلة الفانكشن دي؟ فيش فيها كام مشكلة. اول احنا انيشيالي الجزء اللي عملناه هنا ده مظبوط ما فيهوش اي مشاكل، ده مظبوط مكتوب فانكشنال واي دي مظبوطه فيه. في شويه مشاكل، اولا يعني لو بفكر في تدور معاكم برضه غير بقى الهيدر والكلام ده، ان مثلا هنا انا read the input data twice دي حاجه وحشه جدا. طيب او افويد سوري افويد ريد افويد ريد input data twice. ايه تاني حاجه كمان؟ ان انا هنا 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 ما عنديش المفروض هنا انا هنا add the rejection reason، يعني انا لازم يبقى عندي rejection reason ابقى عارف الريكورد ده rejected ليه. دي فيتشر يعني مستقبليه المفروض موجوده، بس يعني انا مش هحب الفانكشن يكون من غير الكلام ده. اوكي طيب ماشي. المفروض بقى نعمل ايه دلوقتي؟ نروح على ال ATL test utils. المفروض دلوقتي لو عملنا كده وعملنا كده روحنا فوق هنا قلنا له import ال ETL utils dot ال validate dataset كده. المفروض ان احنا عملنا امبورت، ناقص ايه؟ ان احنا نران اليون تيست دول. نران اليون تيست بقى طيب احنا المفروض دي الداتا سيت دي ترجع لنا الفاليد انبوت داتا سيت. تعال نشوف كده هترجع فاليد ولا لا، ممكن تضرب في ايه فنقول نصلح، بس ان شاء الله ايه نشوف الاوتبوت عامل ازاي. هنا اهوت فاليد انبوت داتا سيت اوكي بس مظبوط. طيب تعال نشيك هنا اهوت
مفروض برضه ان هي تباس بشكل مظبوط. كده الجزء بتاع اللي هو فاليديت السكيما، واحنا هنا فاليديت السكيما خلاص، هاندل ريجكشن خلاص احنا قلنا نهندلها وجبنا ريجكشن. ناقص لنا ايه بقى؟ ان احنا نبارس اللي هو الفاليد ريكورد، او دي عملنا بقى صح. يبقى احنا عملنا الفاليد سكيما، عندنا ريجكشن، وعملنا بارس للفاليد ريكورد. ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا حاجتين، بارس الانفايرمنت كونفيج وابلاي اي تي ال مابينج. طيب دلوقتي احنا خلصنا الفيديو، ايه الحاجات النقط اللي عايزين قبل ما نقفل الفيديو ناكد عليها مع بعض، نركب مع بعض؟ اول حاجه ان احنا لازم نقول ان البارسنج للانبوت داتا هي بروسيس ديفرنت على الفاليديشن بتاع السكيما، ماشي؟ لما بنفاليديت السكيما احنا بنتشيك بنفيرفاي الداتا تايبس والنار بتتشيك. فالبارسنج سكيما او البارسنج انبوت داتا هي بتقرا الانبوت داتا حتى لو هي مش بتماتش الفاليديشن سكيما بتاعتنا، وبعدين بنحط الكلام ده في ريجكشن. نقطه ثانيه وهي مهمه عايزين نقولها واحنا ما اتكلمناش عنها النهارده، هي حته ان احنا في اذر فاليديشن ممكن نتشيك عليهم في الكود بتاعنا. الاذر فاليديشن ده قد يكون ليه علاقه مثلا شويه بزنس، مثلا ريكورد يقول لك مثلا انت لو لقيت الاي دي مثلا مع السيل مع لاك في نفس الدقيقه نفس الوقت، احنا المفروض الريكورد ده نعتبره دوبلكت ونشيله. احنا ما عملناش كده، فبس ده بيقسمه بزنس ريجكشن، وساعات بنحط له كاستم نوتس عشان نريجكته برضه. تمام، دي كده التلاته نوتس اللي عايزين ناخدهم معانا نكون وصلنا لهم الفيديو ده. حاجه اخيره، الجزء بتاع الفاليديشن، الكود اللي كتبناه عشان يفاليديت السكيما ده اكزامبل، في اكتر من طريقه ممكن نعمل بيها الكلام ده وتكون جينيريك برضه، بس احنا لسه هنعرضها بعدين في وقت تاني ازاي ممكن انهانس البارت ده من الكود. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.